السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الأجندة. في الأجندة هذا الأسبوع الإرهاب بيدق في ركعة الشرق الأوسط الجديد. حديثنا اليوم سيكون عن الإرهاب. عن هذه الظاهره التي اصبحت حديث العالم بصوره لا تخلو من مبالغه فعلى الرغم من قدم هذه الظاهره الا ان الحديث عنها في وسائل الاعلام واروكه السياسه اليوم يوحي وكانها لم تعرف الا في العقدين الاخيرين ولا يرجع الامر في هذا الاهتمام لانتشار وسائل الاتصال والاعلام الحديثه وحسب وانما لوجود اجنده سياسيه متعدده من مصلحتها ابراز هذه الظاهره بصوره اكبر من حجمها الحقيقي. والحديث عن الارهاب هو امر لا يخلو من صعوبه لاسباب منها صعوبه تعريف مصطلح الارهاب نفسه. وصعوبة او صعوبه معرفه اسرار هذه الظاهره في الوقت الراهن. وتشبع الناس بالتحليلات والمعلومات بحيث لم يعد هناك جديد نوعي يمكن لمتحدث ان يضيفه الى المستمعين. ومع هذا فان من غير المنطقي لبرنامج مثل اجنده ان يمر بهذه الظاهره مرور الكرام دون ان يتوقف عندها ولو للحظه. خاصه وان هذه الظاهره اصبحت يعني واحده من ادوات الصراع السياسي في اليمن وفي المنطقه بشكل عام. ولا شك ان الكثير من الناس ما زال يجهل الكثير عن الارهاب. على الرغم من الكلام والحبر اللذين أريكا حولها سنحاول في هذه الحلقة الحديث عن عدد من النقاط المتعلقة بهذه القضية قضية الإرهاب مثل مشكلة تعريف المصطلح ومحاولة ربطه بالدوافع الدينية من قبل بعض الجهات وعن أول المنظمات الإرهابية في تاريخنا الإسلامي وعن دور إيران والجماعات الشيعية في الارهاب الحديث وتاريخ الارهاب الشيعي في القديم وفي العصر الحديث وقضايا اخرى سنحاول الالمام بها او التعريج عليها في هذه الحلقه باذن الله. اول مشكله تواجه الدارسين والباحثين عن ظاهره الارهاب هي مشكله تعريف هذا المصطلح. ما الارهاب؟ كيف نتعرف عليه؟ كيف نميزه باعتباره فعل عنيف يعني عن غيره من اعمال العنف المشروعه؟ هناك اعمال عنف مشروعه بالتاكيد. هذه هي المشكله التي يعترف بها حتى صانعوا هذا المصطلح في العصر الحديث يعني المؤسسات السياسيه والبحثيه الغربيه التي سكت مصطلح الارهاب بمفهومه الحديث. حتى ان واحدا مثل الدكتور والتر لاكر الذي عمل مديرا لمجلس الابحاث الدولي في مركز الدراسات الاستراتيجيه والدوليه في مدينه واشنطن هذا الرجل قال في مقال نشره قبل فتره لن يتم التوصل ابدا الى وضع تعريف كامل وشامل للارهاب لسبب بسيط هو انه ليس هناك ارهاب واحد بل هناك إرهابات أي أنواع من الإرهاب أنواع متعددة يختلف كل منها عن الآخر بشكل كبير في الوقت والمدى وفي الدوافع أيضا وفي المظاهر والأهداف وكان هولتر لاكر هذا الباحث العريق قد قال إن هناك أكثر من مئة تعريف للإرهاب وأن كل مؤسسة أمريكية تقدم تعريفا لهم مختلفا عن تعريف المؤسسة الأخرى هذا داخل أمريكا وحدها يعني لدى وزارة الخارجية الأمريكية مثلا تعريف ولدى وزارة الدفاع الأمريكية تعريف آخر ولدى مكتب التحقيقات الفيدرالي تعريف ثالث وهكذا طبعا هذا الاختلاف في التعريفات له مغازي وله دلالاته في سبيل يعني كل, كل, كل مؤسسة تحاول تعريفه بما يخدم مصالحها يعني على سبيل المثال آه، وزارة الخارجية الامريكية تعرف الارهاب استنادا الى العنوان 22 من المادة 2656 من مدونة القانون الامريكي تقول بانه تعرفه هكذا هو عنف متعمد مدفوع بدوافع سياسية ترتكبه ضد اهداف غير محاربة جماعات شبه قومية او عملاء سريون. المقصود منه عاده هو التاثير على جمهور هذا التعريف الذي ورد في مدونه القانون الامريكي وليس في هذا التعريف غير عباره واحده يمكن ان تميز الارهاب عن غيره من اعمال العنف اعمال العنف الاخرى الشرعيه وغير الشرعيه هذه العباره هي ضد اهداف غير محاربه هذا هذا اللي يميز العنف انه يحارب اهداف غير محاربه، يستهدف اهداف غير محاربه. والاهداف غير المحاربه يقصد بها المدنيين طبعا. يقصد بها المدنيون والعسكريون غير المحاربين. ويلاحظ على هذا التعريف وغيره من التعريفات الامريكيه انه يربط الارهاب في الجماعات والأفراد فقط ولا يذكر الدول يعني الدول مستثناة هنا ويبدو أن الدوائر السياسية الكبرى في العالم قد تواطأت على استثناء الدول من دائرة الاتهام بالإرهاب يعني حين يعرف الإرهاب يعرف بأنه إرهاب مجموعات مجموعات أو تنظيمات أو أفراد ولا يعرف بأنه أعمال دول حصرته فقط في الجماعات والأفراد وهذا تحيز مفضوح يستند إلى منطق شكلاني غير موضوعي أعني بالمنطق الشكلاني قولهم إن من الصعب اتهام الدول بممارسة الإرهاب لأنها مؤسسات دستورية هكذا يقولون إذا سئلوا لماذا لا تضمون الدول إلى الجماعات إلى المصنفات الإرهابية يقولون أن الدول مؤسسات دستورية وليست عصابات منفلتة وهذا طبعا فهم شكلاني للارهاب لماذا؟ لانه لا يركز على فعل العنف نفسه ولا على ضحاياه المدنيين بقدر ما يركز على موقع العنف من القانون او موقع ممارس العنف من القانون هل هو جماعه ام فرد ام دوله؟ يعني يفترض انه كما قلنا ادق ادق عناصر التعريف هي مساله استهداف المدنيين او الابرياء او غير المحاربين، طيب ما الدول احيانا تستهدف غير المحاربين. الدول احيانا تستهدف مدنيين او تستهدف عسكريين غير محاربين. ف كان ينبغي ايضا ان تصنف بعض الدول التي تمارس العنف خارج القانون الدولي باعتبارها دول ارهابيه، لكن هذا لا يحدث. بعض الدول وبعض الانظمه السياسيه يمارسون ابشع انواع القمع والتنكيل ضد المدنيين. كما حدث في سوريا وكما حدث في فلسطين في غزه وكما حدث في مصر في رابعه وكما حدث في العراق في اكثر من واقعه هؤلاء هذه عمليات ارهاب ضد مدنيين وضد ابرياء غير محاربين مارستها دول وانظمه لكنها لا تصنف تحت مسمى الارهاب وامريكا طبعا لها تاريخ طويل في هذا الباب. وطبعا هذا يذكرنا بقصه طريفه رواها القديس المسيحي الشهير اوغسطين ونقلها الفيلسوف الامريكي المعروف نعوم تشومسكي في كتابه قرصان واباطره يقول في هذا الكتاب ان ان القصه تقول ان قرصانا بحريا وقع اسيرا في يد الاسكندر المقدوني طبعا الاسكندر المقدوني معروف من اشهر الفاتحين في التاريخ وكان يغزو العالم كله باساطيله وجيوشه ويدمر و يصنع كل انواع العنف لكن وقع هذا القرصان في يد الاسكندر المقدوني وعندما مثل هذا القرصان امام الاسكندر ساله هذا الاخير سؤالا قال له كيف تجرؤ على ازعاج العالم؟ يعني كيف تجرؤ على ان تكون ارهابيا قرصانا؟ فاجابه القرصان قال لاني افعل ذلك بسفينه صغيره اسمي لصا وارهابيا اما انت الذي يفعل ذلك باسطول كبير يسمى امبراطورا. يعني الفرق بيني وبينك فقط في في حجم الجيش، لما يكون واحد عنده جيش كبير ضخم، اساطيل كبيره يسمى امبراطور، الامبراطوريه الامريكيه، الامبراطوريه السوفيتيه، الامبراطوريه الكذا، لكن لما يكون اللي بيكترف هذا العمل يعني معه سفينه محدوده ولا معه سلاح محدود ولا قوه محدوده بيسمى ارهابي ولص وقاطع طريق. مع انها الممارسه نفسها يعني التي تمارسها الدوله قاطعه الطريق والدوله الارهابيه اذا القوه الماديه هي التي تضع التعريفات وليس منطق العقل يعني ليس دائما منطق العقل في في المجتمعات الغربيه هو الذي يصنف وهو الذي يعرف احيانا منطق القوه هو الذي يفرض التعريفات والتصنيفات وهذه الحقيقه حقيقه واضحه في امريكا والغرب الغرب القوي اليوم لما نقول الغرب يعني أمريكا مع أوروبا مع روسيا الغرب القوي اليوم هم, هم الذين يسكون هذه المصطلحات هم الذين يعرفونها ويوزعونها على أعدائهم كيفما يشاؤون ومن لا يتفق مع سياساتهم أيضا يصنفون ضمن دائرة الإرهاب بطريقة لا علاقة لها بالعكس بالمرة ومن المفارقات أن بعض المتهمين بالإرهاب بعض من اتهمتهم امريكا بالارهاب ذات يوم قد نال بعد ذلك جائزه نوبل للسلام واحد مثل الزعيم نيلسون مانديلا ولا واحد مثل ياسر عرفات، ياسر عرفات كان مصنف ارهابي عند امريكا والى ان وقع على كامب ديفيد فقط بعد كامب ديفيد اصبح مواطنا عاديا والا كان ارهابي وهذا الرجل نال جائزة نوبل للسلام وهذه المشكله مشكله التعريف ومشكله المفهوم تجلت بشكل واضح في مكتب السفير الروسي بانكرا قبل ايام يعني في حين وصف البعض هذا العمل بالارهابي اغلبيه وصفت العمل بالارهابي الا ان صحيفه امريكيه هي صحيفه نيويورك ديلي تايمز قد وصفت الحادث بانه انتقامي انتقام لما وصفته هي ايضا بجرائم بوتين في سوريا هذه صحيفه امريكيه هي اللي بتقول ذلك ورفضت هذه الصحيفه وصف العمل اغتيال اغتيال السفير الروسي رفضت وصفه بالعمل الارهابي وقال كاتب المقال ان القاتل ليس ارهابيا بل جنديا جنديا يعني فالارهابيون هم من يقتلون الابرياء بطائراتهم يقصد روسيا او بشاحنات في الاسواق يعني داعش حتى حتى الكتاب الامريكيين والمجلات الامريكيه يمكنها ان تعرف الارهاب بطريقه مزاجيه هذا التضارب في تعريف ظاهره الارهاب ليس وليد اليوم يعني فقد سبق أن شغل الفلاسفة وشغل المفكرين مفكري الأديان تحديدا وهؤلاء انشغلوا بسؤال قديم هو جواز قتل المستبد المستبد الظالم الطاغية هل يجوز قتله؟ كان هذا سؤال مطروح عند الفلاسفة وعند اللاهوتيين يعني من علماء الدين في المسيحية واليهودية وغيرها وقد رأت أغلبية الفلاسفة أن الإرهاب مسموح به في بعض الأحيان ها الفلاسفة وليس المتدينين الفلاسفة المدنيين اللي هم بطبيعتهم علمانيين هؤلاء رأوا أن الإرهاب في بعض الأحيان مطلوب أو جائز فعندما لا يترك ظالم مستبد منتهك للحقوق والقوانين الإلهية والعدالة الإنسانية عندما لا يترك سبيل اخر امام ضحاياه للخلاص من قمعه الا ارتكاب العنف فان ارتكاب عمل ارهابي في هذه الحاله يصبح حقا من حقوقهم من وجهه نظر الكثير من الفلاسفه واللاهوتيين. وهذه المساله ايضا نوقشت في التراث الفقهي التراث الفقهي الاسلامي اعني. وهي بالنسبه لتراث الفقهاء الاسلاميين كانت تناقش تحت عنوان مساله الخروج على الحاكم الفاسق او الحاكم الظالم. وهذه القضية هي إحدى أخطر المسائل التي ناقشها الفقهاء في تاريخهم. وكان رأي أغلبية المذاهب فيها هو جواز الخروج، يعني المعتزلة، الخوارج، الشيعة هؤلاء كانوا يرون ذلك، أي أن الثورة على الحاكم الفاسق أو الظالم تجوز، وقد قيل أن مذهب أهل السنة فيما بعد. قيل أن مذهب أهل السنة ضد الخروج على الحاكم الفاسق ظالم هذا ما شيء إلا أن الفقيه ابن حزم يصحح هذا الكلام ويقول هذا غير صحيح مذهب الخروج على الحاكم الفاسق يعني محاربته ومقاتلته هو مذهب الصحابة والتابعين والآئمة الكبار وطائفة كبيرة من المسلمين ويذكر أنه يعني كان هذا مذهب عائشة ومن معها في في موقعة الجمل ومذهب علي ومن معه في موقعة الصفين ومذهب معاوية ومن معه في أيضا في واقعة صفين وصفين وهذا كان مذهب الحسين عند خروجه وهذا كان مذهب فلان وفلان وفلان ظل يسرد أئمة يعني كثر وقال ابن حزم أن أهل السنة كان هذا مذهبهم إلا أنهم عدلوا عن هذا المذهب فيما بعد لما وجدوا ان الخروج على الحاكم الظالم او الثوره يعني تتسبب في مفاسد كبيره اكبر من مصالح الخروج. يعني احنا لسنا بصدد مناقشه هذه المساله بالطبع لكن من الواضح انها اصبحت في الفقه الاسلامي مساله تقديريه. تقديريه يعني كل واحد يقدرها بطريقته الخاصه، مساله نسبيه. كل واحد او كل جماعه او كل فئه تقدرها تقدير خاص. يعني هناك طرف قد يرى ان الثوره آآ آآ ستاتي بمرافع اعظم من المفاسد التي ستتحقق بها ويرى طرف اخر انه لا المفاسد التي قد تتحقق اكبر من المصالح هذه المساله تخضع للتقديرات ولكن في كل الاحوال في كل الاحوال الثورات الطبيعيه وليست الثورات المصنوعه يعني هناك ثورات مصنوعه يتم التخطيط لها ويتم دراستها ويتم توجيهها بوعي هذه الثورات بالتاكيد قد اخذت القلم والمسطره وسجلت ما لها وما عليها سجلت ما هو مفيد وما هو ضار ما, هو ما هي منافع وما هي يعني ما هي مكاسب محتمله وما هي اضرار محتمله وعلى ضوء ميزان المصالح والمفاسد يعني تو يعني تبادر في العمل وتبادر في الثوره لكن هناك الثوره الطبيعيه لا تقوم بالقلم والمسطره يعني ليست خاضعه للحسابات الثوره الطبيعيه تاتي كتطور طبيعي لوعي المجتمع والاحساسه لحالة الصبر التي لديه هي الثوره الطبيعيه تاتي مثل الولاده في لحظه المخاض المحدده يلد المولود دون استئذان احد ولا يقال مثلا كان ينبغي ان يكون كذا وكان ينبغي ان يكون كذا ابدا. يعني الزكام والثوره والولاده كلها تاتي بدون استئذان تاتي في لحظتها في وقتها المناسب عندما تقدر هي وقت الخروج. ومن اللافت في موقف البعض من ظاهره الارهاب الحاليه ان الكثير من المحللين العرب او المسلمين يفضلون الربط بينها وبين الدين الاسلامي. في الوقت ذاته الذي يتحاشى فيه معظم المحللين الغربيين ربطها بالاسلام، يعني هذه مفارقه عجيبه. المسلمون او معظم المحللين العلمانيين الاسلاميين المسلمين يحاولون ربط ظاهره الارهاب بالاسلام بالدين نفسه. في حين ان بعض المحللين الغربيين انفسهم يتحاشون ذلك، اي ان العرب احيانا اكثر حرصا على ادانه الاسلام من الاجانب. ونحن لن نتوقف عند دوافع هذا البعض العربي لانها في الغالب معروفه او لنقول لانها دوافع غير علميه هي دوافع انطباعيه في معظم الالحان الاحيان والنقد الانطباعي يرتكز على مقدمات عاطفيه ومقدمات اقل ما يقال فيها انها غير مدروسه لكن من المناسب ان نتوقف عند الاسباب التي تمنع الدارس الغربي الجاد والسياسي الغربي المحترف من الربط بين ظاهرة الارهاب وبين الدين الاسلامي. اول ما يدركه الدارس لظاهرة الارهاب هو انها كما قلنا ظاهرة قديمة قدم الانسان نفسه وانها لم تحدث دائما بدوافع دينية هذه مسألة معروفة بل كان هناك العديد من الدوافع وراء وراء الاعمال الارهابية بعضها قومي دوافع قوميه وبعضها ايديولوجي مدني وبعضها سياسي نفعي وبعضها انساني وهكذا وقبل ان يصبح الارهاب صفه ملازمه للمسلمين في وسائل الاعلام الدوليه والقنوات السياسيه المغرضه كان هناك اعتقاد تحديدا في السبعينيات في السبعينيات القرن الماضي كان هناك اعتقاد في الغرب بان الارهاب كما قال ولتر لاكر الباحث الامريكي السابق الارهاب كان تقريبا وقفا على جماعات يساريه يعني شيوعيه متطرفه تحتكره دون سواها هكذا كان يعتقد ان الارهاب شيوعي فقط يعني منظمات مثل الالويه الحمراء الايطاليه او الجيش الاحمر الالماني او المجموعات الامريكيه اللاتينيه المختلفه التي كانت تناصر اليسار او تتبنى عقيده اليسار كانت هذه كلها جماعات يساريه شيوعيه تتبنى الارهاب كما كان هناك ارهاب إثني ايضا داخل اوروبا ارهاب قومي يعني كما هو الحال في ايرلندا الشماليه وفي حربها مع بريطانيا ومن هنا جاء الاستنتاج القائل بان الارهاب يبرز الى حيز الوجود حيثما تعرض الناس للاستغلال والقمع الشديد يعني هو ليس مرتبطا بالدين وانما هو مرتبط بحاله الاستغلال والقمع في اي مكان. ولذا فانه من الممكن كما يقول البعض من الممكن انهاء ظاهره الارهاب بسهوله من خلال ازاله الاستغلال والقمع. هذا الكلام يعني ان الارهاب ظاهره سبقت وجود الجماعات الاسلاميه الحديثه بزمن. بل انه سبق ظهور الاسلام نفسه. هذه اول حقيقه يدركها المثقف الغربي قبل ان يتحدث عن الارهاب. الحقيقه الثانيه التي يدركها هذا المثقف او هذا السياسي المحترف هي ذات دلاله لافته. تقول ان ان الارهاب احيانا قد ينسب نفسه الى الدين او يرفع شعارات دينيه مع ان الدين نفسه لا صله له بالعنف مطلقا كما هو الحال في مع المسيحية يعني على الرغم من ان العهد الجديد الاناجيل يعني هو الكتاب المقدس لدى المسيحيين هذا الكتاب المقدس لدى المسيحيين على الرغم من انه ليس فيه نص واحد يحث على العنف الا ان التاريخ قد شهد جماعات ارهابيه عديده تنتسب الى المسيحية وتصف حربها بالحرب الصليبيه المسيحيه حرب من اجل المسيح مع انها كما قلنا لا يوجد نص واحد في الـ في الـ في الاناجيل يبرر هذا العنف المسيحي احنا عارفين الاناجيل تدعو الى الاخاء تدعو الى المحبه تدعو الى الكذا فمن اين جاءت هذه الجماعات المسيحيه الارهابيه في التاريخ؟ لو كان للدين علاقه يعني لو كان للنصوص علاقه يعني عندنا في التاريخ المسيحي جماعه فرسان المعبد في القرون الوسطى و يعني منظمه حديثه مثل كوكلكس كان في العصر الحديث في امريكا هذه منظمات مسيحيه ارهابيه يعني اردنا القول ان دوافع الارهاب ليست بالضروره نصوص دينيه بل قد تتوفر النصوص الدينيه المضاده للارهاب ومع ذلك يتوفر الارهاب بدليل ان ان الارهاب قد ينشا بدون نصوص بل وبدون دين بالمره صحيح ان الارهاب احيانا قد يوظف النصوص الدينيه لتبرير وجوده وتبرير افعاله الا ان الدين في هذه الحاله هو مجرد شماعه يعلق عليها رغباته بدليل ان اغلبيه المتدينين من نفس المله لا يمارسون الارهاب يعني مثلا لو كان الاسلام الاسلام كدين دين ارهاب الارهاب بمفهومه الحديث يعني لو كان دين ارهاب لكان لدينا مليار و وكذا مليون ارهابي لكن لدينا بضعه الاف من الارهابيين فلماذا لم يفهم بقيه المسلمين نصوص الارهاب كما فهمها هؤلاء الارهابيون هناك مشكله ما اذا على الارجح فان الدوافع السيكولوجيه النفسيه للفرد الارهابي هي العوامل الاكثر تاثيرا والاكثر عمقا في الدفع الى الارهاب أكثر تأثيرا من الدوافع الدينية وعدم إدراك هذه الحقيقة لا يسهم إلا في تضبيب المشكلة وفي إعاقة الحل مشاهدين الكرام سنذهب إلى فاصل قصير ثم نعود للحديث عن علاقة إيران التيار الشيعي بظاهرة الإرهاب وقراءة مستقبلية سريعة لظاهرة الارهاب المرتبط باليمين المتدين، لا تذهبوا بعيدا. مرحبا بكم مجددا. لسبب ما حينما يذكر الارهاب اليوم ينصرف ذهن الاغلبيه الى الاسلام السني هذا الربط بين الارهاب وبين التيار السني له اسبابه احيانا تكون اسباب وجيهه واحيانا تكون اسباب مفتعله مصنوعه وفي الغالب هي اسباب مفتعله كما سنتعرف على ذلك في السياق ولا تعرف الا اقليه من الدارسين أن ظاهرة الإرهاب في التاريخ الإسلامي قد دشنها دشنها افتتحها التيار الشيعي نفسه. التيار الشيعي الذي يحاول اليوم تقديم نفسه للعالم على عكس ذلك باعتباره حمل وديع وحمامة سلام ومحارب للارهاب. فعلى سبيل المثال على مستوى التاريخ القديم كانت جماعة الحشاشين هي أول واشهر الجماعات الارهابيه ظهورا في تاريخ المسلمين وهي جماعه شيعيه اسماعيليه نزاريه استمرت في ممارسه اعمالها الارهابيه ضد الطائفه السنيه اكثر من قرنين من الزمن يعني من القرن الحادي عشر الى القرن الثالث عشر الميلادي واشتهرت هذه الجماعه بتنفيذ عمليات اغتيال جريئه لخصومها بواسطه افراد اطلقت عليهم اسم الفدائيين هذا مصطلح الفدائيين مصطلح قديم سكه الحشاشون قبل ان يستعيره بعض المعاصرين كان الحشاشون ينفذون عمليات الاغتيال غالبا بالخناجر المسمومه ارتبطوا بالخنجر وكان واحد من صلاح الدين الايوبي من ضمن اهدافهم لولا ان ذكائه الامني انقذه في لحظه من اللحظات ومن اسم هذه الجماعه حشاشين اشتق لفظ الاغتيال في معظم اللغات الاوروبيه يعني في الانجليزيه مثلا على سبيل المثال السايسنت من حشاشين في الفرنسيه و وفي اللغات الاوروبيه الاخرى يعني على نفس نفس الحال دخل هذا المصطلح طبعا بعد الحروب الصليبيه في المنطقه الى اللغات الاوروبيه ولم يتمكن احد من القاده الاسلاميين السلاجقه في تلك الفتره من القضاء على جماعه الحشاشين حتى جاء هولاكو المغولي. هولاكو هو الوحيد الذي استطاع ان يضع حدا لهذه الجماعه وبعد قرون من نشاتها هذا بالنسبه للتاريخ. اما بالنسبه للتاريخ المعاصر الحديث فإن أول عملية تفجير بالسيارات المفخخة كما يقال قد نفذتها يعني في الوطن العربي قد نفذها حزب الدعوة الإسلامي الشيعي المعروف يعني برضهم لهم سبق في هذا الميدان نعني العملية التي استهدفت السفارة العراقية ببيروت عام 1981 وأدت إلى مقتل بلقيس الراوي زوجة الشاعر العربي المعروف نزار قباني التي كانت موظفة في السفارة العراقية المتهم بالتخطيط لهذه العملية عملية تفجير السفارة العراقية في بيروت هو نور المالكي رئيس الوزراء العراقي الأسبق الذي وصل إلى منصبه في رئاسة الوزراء ببركة الغزو الأمريكي للعراق ببركة الشيطان الأكبر أمريكا وإذا اعتبرنا خطف الدبلوماسيين المدنيين من ضمن الأعمال الإرهابية فإن الشيعة أيضا هم عربوا هذا المجال ففي عام 1979 اقتحم شباب إيرانيون مبنى السفارة الإيرانية في ما عفوا مبنى السفارة الأمريكية في طهران واعتقلوا حوالي 53 شخصا أمريكيا ظلوا رهائن في يد المختطفين قرابة 444 يوم قبل أن يفرج عنهم في مفاوضات بين الطرفين دعونا نتابع هذا الفيديو أو هذه الفقرة من تقرير عرضته قناة الجزيرة قبل فترة تضمن حادثة تفجير السفارة العراقية في بيروت الذي أشرنا إليه ثم نعود لمتابعة الحديث في علاقة التيار الشيعي بالظاهر الإرهابية <applause> الزمان كانون الثاني يناير واحد وثمانون المكان السفارة العراقية في بيروت على وقع انفجار كبير استفاقت بيروت انتحاري من حزب الدعوة يقود سيارة مفخخة ثم يفجرها في قلب السفارة العراقية مما أوقع أكثر من ستين قتيلا في صفوف المدنيين كان من بين ضحايا تفجير السفارة العراقية في بيروت بلقيس الراوي زوجة الشاعر السوري المعروف نزار قباني والتي كانت إحدى الموظفات العراقيات في السفارة اللافت للانتباه أن عائلة بلقيس وفي عام 2014 قامت برفع دعوى قضائيه ضد نور المالكي شخصيا لحصولها مؤخرا على معلومات سريه تثبت تورط المالك المباشر في تفجير السفاره. هذه عينات محدوده من تراث الارهاب لدى التيار الشيعي. والحديث عن الارهاب الشيعي قد يدفع البعض للظن باننا ننساق وراء الصراع المذهبي التقليدي. وان حديثنا ياتي ربما في سياق السجال بين المذهبين السني والشيعي. وهذا بالطبع تصور خاطئ تماما. نحن هنا نتحدث عن مذاهب تحولت الى طوائف سياسيه ودخلت في صراع دموي اثر علينا كلنا في المنطقه تحت لافتات سياسيه، وما داموا قد اختاروا هذا الصراع تحت لافتات سياسيه فقد اصبحت هذه الطوائف يعني موضوعات للتحليل السياسي شاء من شاء وابى من ابى. والذي يجعلنا نخص التيار الشيعي بهذا القدر من النقد امران الامر الاول هو ان المؤسسات السياسيه المؤسسات السياسيه والنخبويه الشيعيه هي التي اعطت الصراع السياسي الراهن في المنطقه ابعادا مذهبيه وطائفيه بعد ان كان صراعا مدنيا بين جماهير عربيه تطالب بدوله القانون والديمقراطيه وبين انظمه حكم فاسده مستبده. نحن في اليمن خرجنا للبحث عن العداله والكرامه والحريه والامن. وكانت مطالب مطالبنا في الساحات واضحه ومحدده، كلها مطالب مدنيه، تبلورت في نهايه المطاف في وثيقه مؤتمر الحوار الوطني. التي طالبت بدوله ديمقراطيه اتحاديه راشده عادله. كله كان كلام مدني. الا ان دخول ايران في الخط عن طريق فصيلها الحوثي قد اجهض هذا الحلم الجميل وفتح على اليمنيين ابواب الجحيم بخطاب طائفي مذهبي مناطقي وبممارسات فاشيه عنيفه لا تعرف حرما لاي عرف او قانون وكانوا سببا رئيسا في اجهاض مشروع الدوله الذي ضحى من اجله اليمنيون تضحيات جسيمه هذا سبب اول يجعلنا نركز على الـ الـ التيار الشيعي والاخر هو ان ايران وتوابعها المذهبيه في المنطقه قد قدموا انفسهم امام العالم باعتبارهم البديل النموذجي للارهاب السني او للتيار السني وتحت هذه العباءه تحت هذه العباءه شاركوا في اكبر واخطر مؤامره على الامه الاسلاميه في عصورها كلها ايران اليوم تشارك في اكبر واوسع مؤامره على الامه الاسلاميه اعني مؤامره تقسيم المنطقه العربيه التي ارادها الامريكان وخطط لها الصهاينه منذ ثمانينيات القرن الماضي وهي الخطه التي اطلق عليها بوش الابن مشروع الشرق الاوسط الجديد تحدثنا عنها طويلا وتقوم الخطه على جعل ايران واسرائيل هما مركز الثقل في الشرق الاوسط خلفا لمصر والسعوديه. وتقوم هذه الخطه على تفتيت الكتله السنيه وتحطيمها قدر الامكان. وقد تحدثنا في حلقات ماضيه عن هذه الخطه بما فيه الكفايه. ومساله استهداف التيار السني بمؤامره واسعه تشترك فيها ايران لم يعد خافيا على احد ولم يعد حديث الاسلاميين وحدهم كما يظن البعض بل لم يعد حديث المسلمين وحدهم فقد اصبح امرا مكشوفا يتحدث فيه الجميع وقد لفت انتباهي بالامس احد احد الاصدقاء لفت انتباهي الى وجود كتاب كامل في هذا الموضوع لاحد الكتاب اللبنانيين ولما اطلعت على غلاف الكتاب وعلى مقدمته ووجدته لكاتب مسيحي ماروني لبناني هو الدكتور نبيل خليفه. العنوان الكبير للكتاب هو استهداف اهل السنه. وهناك عنوان فرعي طويل يقول من يتزعم العالم العربي الاسلامي السعوديه ام ايران؟ المخطط الاستراتيجي للغرب واسرائيل وايران للسيطره على الشرق الاوسط. اما عنوان الفصل الاول او المقدمه الطويله فهو صادم ومباشر اذ جاء بعنوان اهل السنه في مواجهه العالم هذا كلام واحد ماروني مسيحي وليس كلام اخوان مسلمين ولا اخوان م... اسلاميين ثم ذهب يشرح الدكتور نبيل يشرح ويفصل ما اراده بهذا العنوان والتفاصيل لم تاتي طبعا بجديد بالنسبه لنا لكن الطريف ان الكاتب لم يتخوف من التصريح بهذه المخاوف كما تخوفنا نحن حتى لا نتهم بالمبالغه. فما الذي قاله صاحب كتاب استهداف السنه يا ترى؟ الدكتور نبيل خليفه وهو باحث مخضرم يعني قديم كبير في السن ومعاصر للقضايا من السبعينيات معاصر للصعود التيار الشيعي وخبير في القضايا الجيوسياسيه قال ما معناه ان الكتله السنيه التي تشكل حوالي 85% من مسلمي العالم تتعرض الان او انها قد اصبحت هدفا للعوالم المسيحيه واليهوديه والهنديه والصينية والشيعية سماها عوالم لأنها هذه الكتلة السنية كانت دائما طوال التاريخ في مواجهة وتماس وصراع مع مختلف الكتل الدولية منذ زمن يعني هي في صراع مع الكتلة المسيحية بفروعها البروتستانتية الأمريكان والألمان وفرعها الكاثوليكي الفرنسي والإيطالي والأوروبي وفرعها الانجليكاني بريطانيا والفرع الارثوذكسي روسيا كل هؤلاء لديهم صراع ومشاكل وت... يعني مع المسلمين تركيا مع المانيا امريكا مع الارهاب روسيا مع الشيشان ودول اسلاميه في شرق اسيا الكتله المسيحيه الغربيه برمتها في حاله تماس وصراع مع الكتلة السنية. وهي كذلك هي الكتلة السنية في صراع وتماس مع العالم اليهودي ايضا ممثلا باسرائيل ومن ورائها الصهيونية. وهي ايضا هذه الكتلة في صراع وتماس مع العالم الشيعي. دولة ايران بكل طموحاتها واحقادها التاريخية تجاه العرب والسنة. وهذه الكتلة السنية ايضا في صراع مع العالم الهندي. استمرارا للصراع الهندي الباكستاني حول الانفصال وحول قضية كشمير وهي أيضا هذه الكتلة السنية في صراع وتماس مع العالم الصيني انطلاقا من مشاكل مقاطعة تينغس ذات الأغلبية المسلمة وخشية انتشار الإسلام في الصين والمضايقات في الصين للمسلمين صارت معروفة هناك حوالي إذا لم تخن الذاكرة قرابة خمسين مليون مسلم في هذه المقاطعة وهناك مشاكل كبيرة للمسلمين هناك ثم يذكر الدكتور خليفه عفوا يذكر يعني بمقوله المستشرق الامريكي المشهور برنارد لويس وهي مقوله ذكرناها في الاسابيع الماضيه يقول فيها برنارد لويس ان الكتله السنيه كانت دائما في منافسه مع الغرب وكان لديها كراهيه للغرب لكنها بعد احداث عشر سبتمبر 2001 اصبحت هذه الكتله هي البديل للاتحاد السوفيتي في صراع الكتلتين الدوليتين يعني صارت خصم اوروبا كانت زمان الاتحاد السوفيتي هو خصم اوروبا وامريكا الان خلص صارت الكتله السنيه وليس المسلمين جميعا الكتله السنيه فقط هي خصم اوروبا وامريكا ثم يشير الدكتور خليفه الى الاهداف التي ترمي اليها الاحداث الجاريه الان مع ان الكتاب الف في العام 2013 الا انه يتنبا ب بالاحداث التي تجري الان. الاحداث التي تجري اليوم تؤكد صحه استنتاجات صاحب الكتاب. فما هي اهداف المؤامره على الكتله السنيه من وجهه نظر الدكتور نبيل خليفه المسيحي الماروني. يقول هناك ثلاثه اهداف اساسيه كبرى يراد تحقيقها في المنطقه. وهي نفس الاهداف التي تحدثنا عنها من قبل في هذا البرنامج. أولها إزاحة النفوذ السني عن دول شرقي المتوسط واستبداله بالنفوذ الإيراني الشيعي، الهلال الشيعي الخصيب كما سمينا في الحلقة الماضية. وثانيها إدماج إسرائيل كجسم طبيعي في المنطقة ضمن دولة كونفدرالية. وتكلمنا عن خطط الشرق الأوسط الجديد وجعل إسرائيل وإيران مراكز ثقل فيها. وثالث هذه الاهداف لهذه الخطه الغربيه الايرانيه المشتركه، ثالثها السيطره على نفط العراق اللي هو افضل واغزر نفط في العالم. ومن الواضح من الواضح على الارض ان هذه الاهداف هي التي يسعى الى تحقيقها الغرب ومن ورائه كل العوالم المعادية للكتلة السنية. للاسف الشديد. كل هذا يجري عبر من؟ عبر الحصان الشيعي الطموح والجموح. الصوره واضحه واضحه تماما وخطيره تماما. هناك مستفيدون كثر من سقوط الثور السني او من اضعافه. هناك من يريد انهاء الصراع العربي الاسرائيلي الى الابد عن طريق اقامه دكتاتوريه الاقليات المذهبيه على رقاب الاكثريه في المنطقه وهذه المؤامره ان نجحت ستلحق الضرر بكل المكتسبات المدنيه التي راكمتها النخب العربيه المنتسبه للكتله السنيه وستفجر طاقات الغضب والرفض والكبت في هذه المجتمعات بدلا من الطاقات الابداعيه والفكريه باتجاه التحرر والدوله الديمقراطيه ان حجم التداعيات التي ستحدث نتيجه هذه المؤامره لا يمكن حصرها. غير انها بالتاكيد لن تقود العالم الى المزيد من الاستقرار ولن تقود المجتمعات العربيه الا الى المزيد من الاستقطاب والصراع الداخلي. ولاجل هذا نحذر من المغامره الايرانيه في المنطقه ونحاول كشف اوراقها المخبوءه. وهي مؤامره صارت مكشوفه وبالامس الخميس الماضي يخرج وزير الدفاع الروسي ليقول بالفم المليان وبالمكشوف لقد تمكنا من انقاذ النظام السوري وقتل 35 الف مقاتل و... وهذا هو الاهم وكسرنا سلسله ثورات الربيع العربي هذا هو الهدف الذي احتشد من اجل من اجله الغرب هذا هو الهدف الحقيقي كما قلنا في قبل ان يعلن هذا الكلام وزير الدفاع الروسي قبل ان يقوله صراحه اعلناه في الحلقه الماضيه يعني قبل اسبوع واحد من مؤتمر وزير الدفاع الروسي قال لقد كسرنا سلسله ثورات الربيع العربي هذا هو الهدف الكبير هذا هو الهدف الذي جعل امريكا واوروبا اعطوا الضوء الاخضر لروسيا ولإيران للتوغل في المنطقه، الإجهاز على مشاريع الربيع العربي التي بشرت بالديمقراطيات وبميلاد مجتمعات قويه ودول قويه. هم يخشون هذه الكتلة السنية مع أنها كتلة مريضة إلا أنها كتلة كتلة يعني تبعث على الخوف ربما في المستقبل. اخيرا لا يمكننا ان نفهم ما يجري في اليمن بدون هذه الابعاد جميعا لا يمكن ان نفهم محاولات كيري وزير خارجيه امريكا المستميته في انقاذ الحوثيين الا بفهم هذه المؤامره لا نستطيع ان نفهم ممارسه الحوثيين للقتل والتعذيب والنهب والقهر باطمئنان كبير الا بفهم هذه المؤامره الحوثيون والانقلابيون يدركون انهم مجرد جماعات وظيفيه بيد الامريكان واصحاب مشروع تقسيم المنطقه يدركون ذلك، يعلمون ذلك. وهذا الاطمئنان الذي يمارسونه يعني ممارستهم للقتل، للسحل، انتهاك الحريات، انتهاك الحقوق بهذه بهذه بهذا الاطمئنان يدل على انهم قد أخذ الضوء الأخضر من قوة ما وإلا في العادة الجماعات لا تمارس هذا العنف بهذه الفجاجة لأنها تخشى أن لا تنتصر تخشى أن يرتد عليها الصاع وتعاقب وتحاسب هذا الاطمئنان يدل على أن هناك ترتيبات بين الحوثية والتيار الشيعي في المنطقة وبين الأمريكان تحديدا ولكي يغطوا على عيون المساكين والبسطاء ذهبوا يروجوا لشعارات عدائيه ضد امريكا واسرائيل عمل مسرحي مكشوف وكان الناس لا تعرف ان قيام الدوله الشيعيه في العراق لم يتحقق الا على يد امريكا وكان الناس لا تعرف انه لولا الضوء الاخضر الامريكي للجماعات الشيعيه ما سمح لهم بالقتال في سوريا للحفاظ على النظام الطائفي العلوي وكأن الناس لا تعرف انهم كانوا يقاتلون في البيضاء وفي الجوف تحت رعاية طائرات الدرونز الامريكية. وها هو كيري وزير خارجية امريكا يصر على اشراكهم بمكاسب كبيرة في العملية السياسية القادمة في اليمن، يصر على انقاذهم ويضع خطوط حمراء تجاه اي محاولة لاقتحام صنعاء وقياسا على عبارة ام كلثوم للصبر حدود نقول للغفله حدود ايها القوم للغفله حدود الارهاب يوظف الان لصالح مشروع التقسيم في المنطقه هذا امر صار مكشوف ومفروغ منه لكن ووفقا لنظريه جناح الفراشه التي تحدثنا عنها فيما مضى نقول انه صناعة الإرهاب اليوم التي نشطت فيها المخاب اجهزة المخابرات الدولية هذه الصناعة قد تجني على المجتمع الدولي برمته في يوم من الأيام لأنه قد تحدث قد تحدث استقطاب كبير جدا داخل المجتمعات الغربية يولد حالات اليمين المتطرف وقد لا يكون هذا في صالح المجتمعات الغربيه، ليس في صالح الديمقراطيه وحقوق الانسان والعقلانيه التي بنيت عليها النظم الغربيه في 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 الغرب. ربما يزرعون اليوم مظالم هنا ترتد عليهم يرتد خراجها عليهم بعد سنوات، والظالم لابد ان يحصد في يوم ما نتيجه ما زرعته يده. اعزائي المشاهدين بهذا نكون قد وصلنا الى نهايه هذه الحلقه نلقاكم في الاسبوع القادم في امان الله